بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا زدنا من خيراتك وبركاتك واجعلنا من أهل الحلال بالتمام والكمال يا ربنا يا عظيم يا كريم يا ما تفوق في الجمال. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نزيد نعينكم بإشارة إلى بعض آيات أخرى من القرآن العظيم. ناخذ سورة النساء آية 40: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ناخذ آية 114 في نفس السورة، أي النساء: دوما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تو دعانا الله إليه كما دعا بني إسرائيل، لا إحنا فهمنا ولا بني إسرائيل فهم، دخلوا بعضهم كابن عم في الفساد والإفساد. ومن يعمل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هذا بأجره. بعد ناخذ 124: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، قالوا نسأل هنا مش منها، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبعد ناخذ 173: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، أو نرجع الآية سبقت، فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فننتقل إلى سورة المائدة، دو تيبل أو لا تعمل فورني ولا سيرفي. يقول ربي في آية 9: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. أو كما شفنا قبل. ناخذ توا الأنعام آية 70: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا اللي تو عايم على العالم وغرتهم الحياة الدنيا، مغرورين ما مش واضحين، هل يكونوا في الخسارة غارقين. وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت، يعني ما تتحاسب إلا على ما كسب، ليس لها من دون الله ولي أي مدافع ولا شفيع يشفع لكم ويمنعكم الورطة، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، ولو تطلب تقول لك أعطيني أو نعطيك، ما عنده ما يعطي ولا يكذب عليه، ربي مش قابل، لا يؤخذ أكرونسون هذيك نصرفها بيرسو ورسو. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا اتورطوا بكسب فاسد، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة